وينضم إلينا من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان. مصطفى، إذن المزيد من تفاصيل العملية العسكرية الوعد الصادق. نعم هبة، طبعا هذه العملية هي جاءت بعد سلسلة من العمليات المستمرة تحمل نفس الاسم بعدة صفحات كما تطلق عليها قوات الأمن العراقية. هذه المرحلة منها هي الصفحة الأولى أو الصفحة المرحلة الأولى من الصفحة الثالثة من عملية الوعد الصادق في محافظة البصرة، التي تعنى وتحظى باهتمام كبير من قبل قوات الأمن العراقية باعتبارها أنها محافظة مهمة جدا على المستوى الاقتصادي، وكذلك محافظة حدودية، وبالتالي تكون مركزا ربما لنقل البضائع المهربة، المخدرات، الأسلحة، وبالتالي تكون مرتعا للجريمة المنظمة. وفي هذا الوقت بالتحديد الجهات التابعة لوزارة الداخلية العراقية تنظم جهود مستمرة وحثيثة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة في البصرة وفي بقية المحافظات العراقية. فبالتالي هذه العملية تستمر، وبناء على معلومات استخبارية تحصلت عليها وزارة الداخلية تستمر من أجل إلقاء القبض على عدد من المطلوبين الموجودين على قواعد البيانات لدى وزارة الداخلية، خصوصا الذين ينشطون في تجارة الأسلحة وتهريب المواد، وكذلك مكافحة انتشار المخدرات في محافظة البصرة. وبالتالي ترى وزارة الداخلية أن محاربة الجريمة المنظمة هو وجه آخر لمحاربة الإرهاب، ودعم هيبة الدولة والتأسيس لمفهوم نظام أمني متكامل يستطيع التصدي لجميع التحديات بمختلف مسمياتها، خصوصا في هذه المحافظة النشطة بشكل كبير والمهمة بالنسبة للعراق اقتصاديا كما ذكرت. هنالك جهود أخرى كذلك في هذا اليوم تمت من قبل وكالة الاستخبارات التابعة أيضا لوزارة الداخلية في العاصمة العراقية بغداد، من خلالها تم إلقاء القبض على 27 مطلوبا في مختلف طبعا التهم والجرائم، ولديهم أنشطة إجرامية مختلفة من تهريب للبشر وكذلك التعامل بالمخدرات وتوزيعها. بالتالي هل هناك تنسيق ما بين في هذه الفترة محافظة البصرة والإدارة المركزية في العاصمة بغداد؟ بالتأكيد طبعا هنالك تعاون، هنالك تنسيق. نعم، ما نفذ في البصرة هو تابع لقيادة العمليات هنالك وكذلك تحت إشراف شرطة محافظة البصرة أو الشرطة المحلية، لكن بالتأكيد هنالك تنسيق وتوجيه من قبل وزارة الداخلية في العاصمة العراقية بغداد، وبالتالي الجهود حثيثة. نعم هي في اتجاهات مختلفة لكن تصب في مصلحة واحدة، وهي من أجل التقليل من حدة طبعا الجريمة المنظمة وكذلك سطوتها في العراق واستغلال ربما انشغال القوات الأمنية في جانب محاربة الإرهاب، وبالتالي هذا ينعكس بشكل إيجابي بالمجمل على الوضع الأمني في العراق. شكرا جزيلا لك من بغداد، كنت معنا مراسل الغد مصطفى القطان.